cabeça. مسرح مسروحي روحي دوري كل بروحي الله عليك يا جن.
حركه، لكن كره حلوه قوي. وكنت لسه بتشائم مع حضراتكم، كنت لسه بتشائم هل ينجح فريق طنطا وان جمهور طنطا بيمنى النفس بهذا التعادل القاتل وبالتعب. جيمس كيكيه، جيمس كيكيه ياتي بالرد وياتي بالفرحه. ليه يعني تتفجر الفرحه هنا في ملعب طنطا وسط يعني تشجيع يعني القطع النظير من الجماهير الحاضره في طبعا هذه المباراه. اذا جيمس كيكيه يعدل النتيجه، وقلت لكم استشعر بهدف تعادل قاتل لفريق طنطا. بالفعل فريق طنطا يعني كان عند الموعد، وفريق طنطا لم يتاخر في الرد ونجح في تسجيل هدف جميل جدا لدينيس كيكيه. سبحان الله، يعني هي كرة القدم، هي كرة القدم. احمد خالد يلعبها في الامام لجيمس كيكيه، لكن معاه سعد سمير النهارده هو المكلف برقابه جيمس كيكيه. المكلف الكبير ده اللي هتتقطع وتبقى هجمه مرتده بمنتهى الخطوره. الهجمات المفضله عندي بالسرعه، لكن يا ولد لعيب، يا ولد يا سعد يا سمير راجع وحاول العرضه دي. ودلوقتي الكوره اصلا ما بتشوفش سعد سمير رجع وعوض فارق السرعه وعوض الفارق بعض. هو هدف التحليل هذا الموسم. ضربة حرة مباشرة. الكورة دي على الجول فكرة من اللعيبة اللي بتشوط كويس قوي على المرمى. جت أهداف كتير من التسجيلات ديت. الراجل اللي أحمد جوزيف سيسي يلعب حد من مصطفى يمين. بص مصطفى يمين بيحط الكورة أمامية، عارف إن رامي نفسه في الجبهة اليمين ما بيخشش للداخل أو بيعمل المناورات اللي كان بيعملها في خالد الباك الشمال الأصلي، فاضطر انه يعمل يرحل نفسه شويه كده محمد اسعد عشان يغطي قدام ميدو جابر اللي استلم. بصوا ميدو جابر في الكوره اللي فاتت دي سلم الكوره من قدام منطقه جزاء الاهلي، كان راجع قدام وادي مره ثانيه محمد جابر رجع في هجمه خطيره لطنطا ولعبها لجيمس كيكيه. كيكيه محمد على العرضيه، يا 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 اول هجمه خطيره في الشوط الثاني لمصلحه ثاني طنطا في الدوري من الشوط الثاني. شفنا الكوره اللي اخطا فيها اهو، اخطا فيها بسلاده محمد جابر وقطع وعدل الكوره اهو. ولعبها عرضيه، بص جيمس كيكيه، بص كيكيه عملها ازاي، بص العرضيه اللي هيعملها ازاي، عملها عرضيه وثابت ان تكون هدف. يا يا على الكوره اللي فاتت كده لو قابلها صح، لو قابلها صح اللاعب جوزيف كيكيه، لو قابلها صح يكون المصري جاب تكتيك. ادي الكوره اتلعبت على طول ضربه راي. يا 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 مسجل جبر واحد فريدم.
cultures that unify us, make us feel proud. In the streets, our heads are lifted, and we lose our inhibition. Celebration is around us, every nation all around us. Sing whatever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful getting. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a wave. اللي حصل راجل يعني بيطالب بركله جزاء وهي تحتمل الاثنين بينه وبينه، ولكن القرار مش قراره. ادي مورسي ينطلق يخترق شق الطريق بدون مساعدة صبي. مورسي يبقى خطير، مورسي يبقى خطيرة خطيرة خطيرة. هذا اللاعب خطير جدا جدا جدا. لما بيستلم الكرة بتشعر في ملمح من ملامح الخطورة. ادي انطلاقة من ناحية الشمال عند دينيس تيتي. دينيس تيتي يلعب تمريرة لمورسي. مورسي داخل منطقة الجزاء بيقع مورسي، ما فيهاش حاجة فعلا مظبوط. وسعيد مع الأسف خسرت في النهاية.